قرار صادر من وزارتين مختلفتين ينص على تعميم استخدام اللغة العربية تكريسا للمبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري، لا سيما المادة الثالثة من الدستور والتي تعتبر اللغة العربية لغة وطنية ورسمية. أقول مثل القرارات نثمنها لأنها أولا جاءت لتجسد مظهرا من مظاهر سيادتنا الوطنية، وجاءت كذلك لتطبيق دستور وقوانين الجمهورية. فالدستور مثلا لا سيما في مادته الثالثة تنص على أن اللغة العربية هي اللغة الوطنية والرسمية، وتنص على أن يحدث لدى رئيس الجمهورية مجلس أعلى للغة العربية يتولى تعميم واستعمال اللغة العربية. وبينما ركز البعض على التفاعل الكبير من المواطنين الذين أشادوا بضرورة استبعاد الفرنسية، يؤكد بعض الناشطين أن الأولوية حاليا للمضي نحو إنجاز مشاريع في صالح المواطنين. فإذا أردت أن تفتح بابا، تأكد أولا أن الباب كان مقفولا. احنا بالنسبة لنا الشعب الجزائري ما كانش ينتظر يعني من مسؤولين انهم يقومون بطريقة شعبوية او للتعاطف معهم لاخفاء ربما فشل في ميدان ما، كان ينتظر ان تكون فيه انجاز مشاريع او تسيير مشاريع كانت متوقفة او اصلاحات في ذلك الميدان. ومن جانب آخر يؤكد مراقبون أن تعميم استخدام اللغة العربية في المجالات العلمية يتطلب اصلاحات عميقة. لتطوير اللغة العربية ضرورة توفر إرادة سياسية، ضرورة الاقتناع بأن اللغة العربية لغة حضارة ولغة علوم. ما عدا الإرادة السياسية يبقى كل شيء مجرد تصريحات في وسائل الإعلام. هناك قوانين لتعليم ونشر اللغة العربية وتطويرها، لكنها حبيسة الأدراج. وتبقى مطالب الشعب بإدراج اللغة الإنجليزية مستمرة في وقت يؤكد فيه مختصون على ضرورة مراعاة التدرج في التوجه نحو ترقية اللغة الإنجليزية على حساب اللغة الفرنسية. من الجزائر، سارة بانا، اليوم.